في كركوك تم العثور على طفل حديث الولادة تم تركه من قبل مجهولين في منطقة حي الوحدة وسط كركوك، والطفل يعني أكيد راح تشوفون صورته شلون محطوط بداخل كارتونة، حاطينه بداخل كارتونة، طفل حديث الولادة بعده يعني طفل رضيع. هاي صورة المسكين أمامكم، يعني ما أعرف شنو ذنب هذا الطفل اللي ينخل بداخل كارتونة بهالبرد بهالشتاء ويندب بنص الشارع بهاي الطريقة في حي الوحدة وسط كركوك، وتم نقله إلى مستشفى الأطفال. طبعا الشرطة فتحت تحقيق بالحادثة عسى ولعله من خلال تعقب كاميرات المراقبة أن تتوصل إلى المجهولين اللي هم لحد الآن المجهولين اللي ذبوا هذا الطفل بالشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ريت لو علي يعني تخلينا بشكل كامل حتى يشوفون هذا الطفل اللي أمامكم بكارتونة، بكارتونة خاليكم إياه بالشارع وذابينه، لا والله على أساس رحومين به خطية من قهرين عليه لافينه بقماش وعلى أساس يعني قلبهم مكسور عليه حتى لا يستبرد خطية، وانتو ذابيه بالشارع خالينا بالشارع هم زين، بقت شوية ذرة إنسانية بقت شوية ولفلفتوا بهالوصة مات القماش حتى لا ياخذ برد. وأكثر من حالة وصارت ظاهرة للأسف، صارت ظاهرة أجي وأذب الأطفال الحديثي الولادة الرضع أتركهم بالشارع أخليهم داخل كارتونة وأذبهم وأتخلص منهم بهاي الطريقة. شنو هو السبب وليش كريم النسب هذا الشخص حتى اللحظة كريم النسب ما حد يعرف منو أمه منو أبوه، مجهولين ما حد يعرف. نتمنى من الشرطة أيضا وثقتنا بهم عالية في كركوك أنه يتوصلون إلى الجهة أو الأب والأم اللي ذبوا هذا الطفل بهاي الطريقة البشعة بالشارع وتركوه، تركوه لمصيره المجهول. بس ولد الخير همين هواية لما يشوفون هيك الطفل مذبوب همزين شالوه بسرعة وودوه إلى مستشفى الطفل في كركوك. لا حول ولا قوة إلا بالله.